تستمر معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يأتي هذا في وقت تستمر فيه جهود عمليات الإجلاء لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينية الذين يحتاجون إلى العلاج من قطاع غزة. خوف هذا فيش كلام، هذا لازم يشوف عينيه ووجهنا. كل الطريق بخوف، خلص فيش كلام على هذا. يعني أروح من حرب إلى حرب؟ لا، أنا يمكن بدالي في تاني بلد، في تالت بلد، يعني وين بودونا، وين بسافرونا بالإيفاكويشن. بس أنا بعرفش لسه ما حكوش أو مولدوفا أو رومانيا وين بدهم يودونا. بدالي هناك أنا خلص هيك، الدار ما برجعش أنا ولا في غزة ولا في أوكرانيا عشان حرب.